أهلا بكم. استطلاع رأي أجرته قناة فوكس نيوز الأمريكية ذات الميول الجمهورية تأييد غالبية العراقيين وصول دونالد ترامب لسدة الحكم. ما هو تعليقك؟ آراءكم في الفيسبوك رفت لوقا ألوقا بعد أن جربنا سياسة الديمقراطيين بسحب القوات الأمريكية من العراق وخلقت فوضى في المنطقة وظهور داعش وأيضا سياسة أوباما مع إيران وتخلي أمريكا عن العراق أدى إلى انهيار الجيش وسقوط ضحايا، ولذلك يفضلون ترامب الجمهوري. مازن اس اي، أصبح الكثير من العراقيين يقرؤون المقالات والصحف العالمية، وكنظرة عامة يبدو ترامب أكثر حدة وحزم ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة التي يعاني منها العراق منذ سنين، لذلك هم يفضلونه على منافسته كلينتون التي تبدو بصورة عامة ضمن معسكر المهادنة الأمريكي. رياض حطاب، تغيير الرئيس الأمريكي لا يغير كثيرا من سياسة البلد الخارجية، لأن أمريكا دولة مؤسسات وسياستها معدة مسبقا، لكن ليس من مصلحة العراق ولا الدول العربية أن يصل ترامب إلى الرئاسة، لأنه أكثر تطرفا في استخدام القوة وليس له تجربة بالعمل السياسي. جبر الحجاج، ترامب الشخص الأمثل لأمريكا، والتغييرات التي ستحدث مهمة في الشرق الأوسط خاصة العراق وسوريا، فهو يدعم القضاء على داعش ولا يريد حرب عالمية ثالثة من خلال فرض حظر طيران فوق سوريا، الجمهوريون أعتقد أفضل. أما آراءكم في تويتر، حسن جبار السراي، لا يشكل أي أهمية وصول أي شخصية أمريكية لسدة الحكم، حيث أن سياسة أمريكا أصبحت واضحة بالمنطقة وهي لا تلبي طموح الشعب العراقي. مصطفى، لأن معظمهم تتحكم به الطائفية والعنصرية، ولهذا السبب يدعم ويميل المرشح لمرشح عنصري مهما كانت سياسات هيلاري السيئة، فهذا لا يبرر دعم ترامب. عقيل الفتلاوي، ترامب وكلينتون وجهان لعملة واحدة، والسياسة الأمريكية وخصوصا فيما يتعلق بالأمن القومي ثابتة ولا تتغير. خالد إلياس، الديمقراطيين لم يستطيعوا حماية العراق من الفساد ولا من الدواعش، ولم تكن لهم خطة واضحة لمستقبل العراق، لذا فترامب يمكن أن يغير الحال. فيديو اليوم للفنان الكوميدي أحمد وحيد، الذي تمكن من توظيف موهبته الفنية المتميزة في خدمة قضايا البلد السياسية وحربه ضد الإرهاب واتخاذ أزمات العراقيين مادة دسمة لحلقات برنامجه مصموتة. أنا وين لحقت اشتغل عني؟ قضيت المنصب منها ربا ودعش منها. بعدنا ما دابحين ذبيحة المنصب قبل التظاهرات. وكل يوم خلينا وزير. ويا كل هذه المشاكل ويا كل هذه المعارك تلقانا احنا بنص المعركة. ولازم ما نزعل الحشد الشعبي ولا نزعل الحشد العشائري ولا نزعل البشمركة، وما زعلنا احد. ولازم ما نقاتل لا ايران ولا السعودية ولا امريكا، وما قاتلنا احد. ولازم نحرر العراق وحررناه. مشاهدينا، هذا كل ما في فقرة التواصل الاجتماعي. عودة للزميل الحيدري وما تبقى. شكرا جزيلا. شكرا محمد. شكرا.